بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ الأول هنتكلم كده، نقول الكلمتين اللي احنا قلناهم سريعا كده في الموضوع بتاع البامب روم دي، وهنقول إن احنا عندنا البامب روم دي بتبقى أحد مكونات الووتر تانك، وده هو ده الموضوع بتاعنا أصلا اللي بتتعمل على أساسه البامب روم. إيه هو الووتر تانك ده؟ ده عبارة عن ستوريج خزان، حاجة خزان بيبقى ضخم جدا، بحط فيه كمية مياه كبيرة. كمية المياه دي بتنفعني في كذا حاجة، حريق، دوميستيك ووتر، واحيانا في بعض الوقت بنحتاج بعض الاستورد اريجيشن، ما كانش مش لازم، بس الاساسي بالنسبه لي هو موضوع الحريق وموضوع الدوميستيك ووتر. هتقول لي ليه بنخزن ميه؟ على اساس ان طبعا لو انا عامل قريه كبيره، فندق كبير، عامل مبنى اداري كبير، مش عارف ايه الكلام ده كله، ما ينفعش ان الميه تقطع بره. فبص الناس تيجي تفتح الحنفيات عندها ما تلاقيش كميه ميه، ما تلاقيش ولا نقطة مياه نازلة، يبقى عندي مثلا ما يكفيني لثلاث أربع خمس ساعات ستورج يخزنهم. وطبعا لو حصل لا قدر الله حالة حريق والمية قطعة، يبقى عندي كمية المية اللي تغطيني إن أنا أسيطر على الحريق ده. ده الموضوع الأساسي في التانك. هنخش بقى في تفاصيله. قلنا إن إحنا التانك دوت بيبقى عندي بحسبه بيتحسب هو بالفوليوم. فوليوم يعني إيه؟ يعني حجم. الحجم ده بيبقى عبارة عن ايه؟ طول في عرض في ارتفاع. لما بنيجي نحسب الارتفاع بتاعه دايما بسيب ات ليست، ونحط تحت كلمة على الأقل دي نص متر. نص متر ده بيبقى فنت. ليه فنت؟ كلنا بنيجي نتفرج على المية بتاعت البتاع دي، احنا قلنا يعني دي كمثال المكنة بتاعت المية. لما بتيجي انت تسحب تفتح وتملى الكوبايه بتلاقي بقليل كده بتحصل فوق في الازازه بتاعت الميه دي، فده نتيجه ايه؟ ان الفنت بيحصل. اي حاجه في الدنيا بيطلع منها يعني كتله مليانه ميه او اي سائل، وات ايفر السائل ده ايه، بيطلع منه السائل ده لازم بيحل مكانه هواء. فلازم هو دوت اللي انا بحافظ عليه، ان النص متر دوت يبقى هو دوت اللي موجود باستمرار هواء بتطلع منه البقليل نتيجه ان انا باخد من التانك ده. فأي تانك في الدنيا اتفقنا ان هو بيتحسب بايه؟ بالفوليوم. يعني ايه فوليوم؟ حجم. الحجم ده عباره عن ايه؟ طول في عرض في ارتفاع. الارتفاع ده بجيبه منين؟ المعماري بيبقى مديني قطاع بيمثل لي الارتفاع بتاع التانك ده قد ايه. طيب الفوليوم ده عباره عن ايه؟ المساحه في الارتفاع، لان احنا اتفقنا ان المساحه عباره عن ايه؟ الطول في العرض. طب لما اجي اقول الطول في العرض في الارتفاع كده بقى فوليوم، يبقى اذا الفوليوم دوت الحجم بيساوي المساحه في الارتفاع. المساحه اوريدي عندي، لو جيت انا عملت ليست على الخط دوت زي ما احنا كنا عملنا من شويه، ادي الطول بتاع التانك اهو، بقيسه ده 11.3 من 10، باجي اقيس العرض بتاعه، دول البعدين اللي عندي 6 متر و2 من 10. طيب ارتفاعه اجيبه منين؟ اروح ادور على سكشن المعماري، اه لقينا في سكشن هنا مديني ان التانك ده عباره عن ايه؟ عن 4 متر اهو، 3 متر ونص اللي هي من اول الارضيه لحد الماسوره دي، من الماسوره دي لحد السقف نص متر، لما جمعهم على بعض يبقى التانك ده بالنسبه لي 4 متر. بس هل الميه اللي عندي 4 متر؟ لا طبعا. ليه؟ لان احنا هنشيل النص متر اللي فوق اللي احنا بنسيبه فنت، ده كده بيخرج بره الاستورج بتاع الميه. ده عشان احسب التانك ده يكفيني قد ايه؟ كام متر مكعب ميه؟ بالتالي كام متر مكعب ميه؟ طب انزل حضرتك اتفضل. مش المفروض المعماري ياخد داتا الحجم بتاع التانك ده مننا؟ طبعا طبعا تمام كده؟ فهو هيعمل الاليفيشن بتاعه على اساس التصميم اللي هديهوله انا، تمام، وهيعمل طوله والعرض على اساس اللي انا هديهوله بالظبط. فانا الاساس بتاعي اللي انا احدد كميه الميه والمده بالزبط. والمده اللي انا هحتاج اللي انا اخزنها وعدد الاجهزه وكده، وبناء عليه احدد مساحته. بيطلب مني انا في الاول داتا تمثل ايه؟ لان طبعا ده الراجل بتاع معماري ايش فاهم في شغل الميكانيكا، بحسب انا محتاج قد ايه كميه ميه للدوميستيك، ومحتاج قد ايه كميه ميه للحريق. طبعا احنا هنخش في الموضوع ده بتوسع برضو لما نبقى كلنا موجودين. بس بالنسبه لنا احنا كدرافتنج، خلي بالك قوي من الحته دي. بالنسبه لنا احنا كدرافتنج الداتا اللي احنا بنقولها هنا دي مش مهمه بالنسبه لنا. هو المهندس اصلا ما بيعملش اي حاجه في الدنيا، احنا بنوصل المهندس اللي ما عملش اي حاجه في الدنيا غير ان يحسب لي التانك والترمبات. بقيت ال 80 90% من الشغل، بس احنا هنقولها من باب ان انت يبقى عندك فكره بتتحسب ازاي. بس احنا هنيجي في يوم عشان العدد يبقى مكتمل بس ونتكلم فيها باستفاضه. انما انا دلوقتي ايه؟ بدل الناس خلفيه. قدرت تستوعب منها 40 50%؟ لما هنيجي نعيد الكلام تاني بتوسع
ونخش ميه وحريق هذا هتبقى انت على الاقل بقت الكلام ما مش مخضوض منه خلاص بقت انت اوريدي عارفه مش يعني ما فيش الخطه بتاعت الاول عندك على الاقل ملم ب 30 40 50% هو ده اللي انا عايزه منكم النهارده نيجي بعد كده نكمل ال 100% لما نخلص البلامنج ونرجع تاني البامب روم ناخدها كلها يعني نخصص يوم مخصوص عشان ده بس انا قلت ايه بما ان الناس اللي معانا التانية ما جاتش هم اوريدي اشتغلوا في البامب روم لان هم ليهم في السيستمز التاني فقلت انا اوصلكم لمرحله ان انتوا على الاقل مثلا عندكم محصله منهم 60 70% نكمل مع بعض اللي ناقص تمام فهنتكلم يعني هنجيب بقى المرحله زي ما ماهر قالها كده اللي هي بالمشاكل اللي هو ايه ان انا اصلا اللي بدي الراجل بتاع المعماري انا عايز قد ايه تانك يكفيني ميه قد كذا ابعاده بقى هو اللي بيحددها لي لان دي بتتم بالتنسيق ما بين المعماري والانشائي والكلام ده كله واخد بالك يعني موضوع التانك ده موضوع بيبقى خطير جدا معماريا وانشائيا يعني المعماري ما بيقدرش يوصل مثلا عنده ملتزم بانه عنده مساحات تانية في البدروم خدميه فما بيقدرش يفرد قوي في انه يديك مساحات لان انت كل ما بيديك مساحه بياكل من عنده هو خدمات يجي بتاع الانشائي يقول له لا انا ما ينفعنيش الاسبام الكبير عايز اعمده في النص ومش عارف ايه والتانك ده بيبقى على فكره بالنسبه كله صبت خرسانه يعني ما فيهوش حوائط بلوك خرسانه فوق وتحت ارض وسقف وحوائط بتاعت كل ده خرسانه تمام فبتيجي بقى ايه نتكلم ان انا عايز اعرف الفوليوم اللي محددينه لي بتاع المعماري اللي انا اوريدي كنت من الاساس انا مديهوله اكد عليه ايه ان انا بقيس الاريا طول في عرض في الارتفاع بتاعي عشان احسب الميه بقيس الارتفاع بتاع التانك واسيب منه نص متر يبقى هو ده الارتفاع اللي عندي زي ما احنا قلنا التانك ده 4 متر ارتفاع بس انا عندي عايز احسب فوليوم الميه اللي عندي قد ايه فبسيب نص متر يبقى انا عندي الطول اللي احنا حسبناه اللي هو كان 11 متر و3 من 10 في الارتفاع اللي احنا حسبناه اللي هو 6.2 من 10 في الارتفاع بتاع 3.5 تلاقي حوالي 327 متر مكعب تقريبا احنا كنا لسه حاسبينها حالا دلوقتي 237 متر مكعب ده ايه ده الخزان الواحد 237 متر مكعب هنيجي نرجع نقول ايه طب ليه انا ما خدتش الاريا دي على بعضيها مره واحده وعملتها كلها تانك من غير الحيطه اللي فاصل في النص لازم ابقى عامل سيبريت ليه سيبريت هنقول ان كل واحد سيبرت لوحده كل واحد لوحديه ليه عشان خاطر لو حبيت ان انا اصين واحد يبقى التاني شغال لو حصل اي حاجه ما اخسرش كل الدنيا يعني. يبقى عندي واحد شغال واحد وركينج والتاني كانه بالنسبه له ستاند باي بس هل انا بعتمد دايما ان الاثنين ستاند باي لا لان ما ينفعش اركب ميه الميه طول ما هي مركونه دي بكتيريا وبلاوي سودا كتير فلازم الميه تبقى فيهم راننج فلازم الاثنين يبقوا وركينج بس هيبقوا ستاند باي امتى لما انا احب اصين التنكات ما ينفعش اصين الاثنين مره واحده فاصين واحد وبعد كده اصين الثاني ما ينفعش هنقول ازاي بيتم السيكونس بتاع ان انا اقفل على واحد واسيب نسحب منه للدوميستيك لحد ما تخلص ميه الدوميستيك بعد كده نبدا ناخد الباقي ونرمي درين هنشوف بنعمل الكلام ده ازاي طبعا في الحاله اللي احنا هنقولها موسعه بقى يعني هي اللي بعد كده يعني بس احنا هنا بناخد نبذه كده سريعه عن الموضوع بحيث الناس تبقى عن يعني كلها واصله على الاقل لمرحله واحده ان يبقى عندها فكره عن البامب روم. التانك دوت فيه مشكله، ايه هي دايما مشكلتي مع التانك ده؟ الدرين اللي انا باخده منه. فدايما عندي يا جماعه 10 سم في القاع دايما دول بيروحوا مني من الاستورج، ليه؟ عشان خاطر هم دول اي شوائف في الدنيا كثافتها اعلى من الميه. الشوائب اللي بتجيلي دي بتبقى حاجه من الدنيا يا اما شوائب رمليه يا اما شوائب معدنيه نتيجه المواسير اللي بتتنقل فيها سواء حديد او رمل بيبقى كثافته اعلى من الميه بدليل ان انت لو جبت شويه رمله وحطيته في كوبايه ميه هتلاقي الرمل كله بيترصف في القاع فاذا الشوائب دي كثافتها اعلى من الميه فكلها هتروح فين؟ هتتركز كلها في انها تبقى في قاع التانك فعندي 10 سم من التانك من تحت دول دايما باستمرار انا ما بستخدمهمش نهائي دول بالنسبه لي دول ما بسميهم اريا درين دي يعني دي كده الدرين اريا بتاعتي من التانك ده كله بتلم بقى الشوائب والكلام ده بحاول قدر المستطاع ما يبقاش عندي اند شارب يعني ايه اند شارب يعني ما يبقاش عندي زوايا قايمه في التانك من جوه بحاول قدر المستطاع ان انا ابلغ المعماري يا عم الحاج تعالى لي في الاركان دي ما تسيبهاليش اند شارب كده ما تسيبهاليش
ليه؟ دايما البكتيريا بتتكون اكثر ما يمكن في الـ في الاند شارب دي اللي هي شايف اللي هي شبه زاويه قايمه دي 90 درجه. اه دايما البكتيريا تلاقيها بتركن فيها، بيبقى فيها ميول كده سنه كده ونازله على الاقل بالظبط كده، وساعات بيشطفها يعني بيروح شاطرها كده، يعني ما بيعملكش الاند شارب ده، يعملها لك زاويه منفرجه فتقل شويه تكون البكتيريا فيه. ماشي الحته دي هتلاقي، بس هنا ممكن يكون احنا عشان احنا اللي بنصمم التانك وبنديه للراجل بتاع المعماري، فعشان كده ما بتاخدش في دماغنا قوي موضوع الاند شارب ده، بس هو المعماري بيبقى عارف ان هو ما بيجي يعمل ووتر تانك، الووتر تانك دوت اهم حاجه ان يبقى محمي من البكتيريا. هقول لكم على حاجه كانت بتتعمل زمان واتبطلت دلوقتي بسبب موضوع البكتيريا. كان زمان التانك دوت، ودي ممكن تشوفها لحد دلوقتي موجوده بس في بعض التانكات الخاصه بالنوافير، احيانا بتبقى ماشي كده تلاقي حاجه اسمها جوز نيك، حاجه كده ملويه كده زي ال الحنفيه، لا بتبقى حته ماسوره وملويه كده جوز نيك. ايوه ايوه، وفي منها الاثنين كده. دي عباره عن ايه؟ ده الفنت الاريا فنت اللي احنا كنا بنسيبها النص متر اللي جوه دي، هو كان بيطلع من التانك ويعمل الحركه دي. بس مع مرور الوقت احنا بنقول ان الناس بتاعت الكود دايما هي دي اللي بتدينا الابجريد بتاع المواضيع عشان نبقى عارفين. قال لك دي طلعت الموضوع بتاع الفنت الخارجي دوت مصدر منيل ب 60 نيله للبكتيريا. طيب لما اجي انا اعمل ميه نافوره، فبالنسبه لي مش فارق معايا دي يبقى فيها بكتيريا، هو حد هيشرب منها ولا هينزل فيها يستحمى ولا الكلام ده؟ لا، دي ميه هي عماله تقلب نفسها، فمش فارق معايا ان هي تبقى فيها الجوز نيك اللي احنا بنسميها دي اسمها جوز نيك، اللي هي بيسموها رقبه وزه، يعني جوز نيك يعني رقبه الوزه، هي بالظبط شبه رقبه الوزن، جزء ملوي. هنرسمها عشان تبان معانا برضو في ال، عشان المشكله اللي قالها مصطفى ان في بعض الحاجات ما تبقاش باينه. حلو بس صغير في الحته وبلون الحته. لا عامل كده بالظبط، بتبقى انت ماشي في الشارع بتلاقي منها كده الشكل دوت، وفي الشكل التاني اللي كان قال عليه دلوقتي لسه عمر، اللي انت بتلاقي دي عامله كده وبيبقى دي ته. ناخد كوبي من الشكل ده عشان يبقى عندنا الشكلين برضه. اللي هي دي بتبقى ت ومطلعه منها واحده كده وواحده كده، ده كده بيبقى هو ده الايرفنت ده. ممكن اللي راح فيك الازهر بارك هيلاقي فيه موجود المنظر دوت، موجود عند التنكات بتاعت الميه اللي تحت، في هناك حاجه اسمها الليك، الليك دي اللي هي البحيره. انت وانت ماشي في الازهر بارك كده في بحيره كبيره كده بترمي زي الشلال كده كلها على بعضيها. انا بالنسبه للفاونتنز ما بتفرقش معايا ان يبقى فيه بكتيريا او الكلام ده، زي ما بقول لك ما فيش حد اللي هينزل يعوم فيها ولا حد هيشرب منها، فمش فارق معايا حته الايه ان انا يبقى فيها بكتيريا، فعاملين الجوز نيك ديت بالنسبه للتانك. كنا زمان تانك الميه بنعمل له الجوز نيك دي، جه الكود قال لك لا يا جماعه ده الموضوع ده طلع مضر جامد جدا، طلع ان في بكتيريا بتخش من خلال الماسوره اللي جايه من الهواء بره دي، وبتعمل زي طحالب على وش الميه وبتخلي الميه دي كانها ميه بركه ترعه بالظبط. فقال لك نوقف موضوع الجوز نيك دوت ونسيب النص متر اللي جوه اللي هو بيمثل بالنسبه لي الفنت اير. حلو الكلام. هتقول لي طب احنا بنعوض الفنت اريا دي دايما باستمرار، ما هي بتزيد عمال الميه تقل، فالمفروض ان الهواء ده يخش يعوضه ميه، يخش يعوضه هواء. هنتكلم في الحته، خليكم فاكرين الحته دي وهقول لكم بنعوضها ازاي برضو، واحنا بنتكلم برضو سريعا ان في عندي حاجه اسمها الاوفر فلو. الاوفر فلو بقينا نعمله مش عباره عن ماسوره والناس ده، لا بنعمله بجوز نيك زي دي بالظبط، باخد بماسوره من هنا دي تاخد الاوفر فلو، نرسمها برضو عشان تبقى موجوده عندنا. الهواء بيتاخد ويطلع بره التانك ازاي؟ اهو انا لسه بنلعب لسه عليها.
افترضنا ان انا عندي المية هنا سطحها كده ودي نهاية التانك اهو جسم التانك هتلاقوها تقريبا على ما اعتقد ان هي ممكن تبقى مرسومة في القطاع هنا عشان نوفر الوقت على طول اهو ده كده الاوفر فلو اللي هو الماجنتا دوت اللي احنا شايفينه ده شايفه هو ده بقى اللي بيعوض هواء كل ما الاريا دي بتزيد محتاج ان انت تعوض هواء بدلها جوه فبيخش الهواء ده في الجزء ده يبقى انا كده استغنيت تماما عن الاير اللي احنا كنا بنسميها اير فنت اللي موجوده فوق دي اللي كانت بتيجي من بره كانت بتعمل لي دايما مشاكل لان دي دايما مشكلتها ان هي كان دايما بتتعمل بره في جرين اريا يعني في الشارع كانها في الشارع في حته اوت دور ما انت مش ممكن تبقى انت ماشي في المبنى وتلاقي خازوق طالع كده لا بيبقوا عاملينها دايما ان التنكات دي سطحها او جزء منها طاير الايه الارض اللي بره المبنى خالص ويجي يعمل فيها بقى الفنتات دي عشان تدخل هواء للتانك فكان الواحد بيبقى ماشي دايما تلاقيها اوت دور فمشكلتها كمان ان هي اوت دور هو طبعا لو ما دخلوش هواء للتنكات المايه اللي في التنكات دي هيحصل ايه؟ هيحصل حاجه اسمها زي السكنج كده كانك انت عملت شفت السرنجه كده يبقى فيه نيجاتيف بريشر جوه التانك فانت مش انت عايز دايما التانك ده بيسموه يعني كله متساوي مع الضغط الجوي بره فدايما هو مفتوح اتموسفيريك يعني بيسموه اتموسفيريك يعني دايما هو مضغوط واخد نفس ضغط الهواء الجوي بالظبط اذا لازم يبقى مفتوح على الهواء فهي الحته دي اللي بالنسبه لي شايفين الحته دي يا جماعه انا اخر الميه عندي شايف الخط الابيض ده لما اعلم عليها اهو هتشوفوه شايف الخط الابيض دي نهايه الميه عندي الماسوره دي فوق سطح الميه على طول مباشره فبتبقى شايف كل الكلام ده الميه دي بتقل بيخش بداله هواء من هنا والنص متر اللي هو فوق والنص متر اللي هو فوق تمام كده يبقى انا كده خليت ال تانك جوه اتموسفيريك اللي هو متساوي ومتعادل مع الضغط الجوي. طيب هنرجع تاني مرجعنا ونقول ان 10 سم اللي انا بسيبهم ال 10 سم اللي احنا قلنا هنسيبهم دول اوريدي بيبقى درين بعمل حاجه اسمها درين بيت يبقى طبعا في ميول في كل ارضيه التانك في اتجاه الدرين بيت اللي موجوده. الدرين بيت دي عباره عن حاجه كده 30 في 30 او 40 في 40 على حسب حجم التانك بنحددها وباخد منها بماسوره والماسوره دي زي ما انتم شايفين حاجه من الاثنين. في بعض الاحيان بيبقى منسوب البامب روم بره نفس منسوب التانك فبيتعمل الفالف تحت عن طريق فالف بوكس بيبقى موجود حق يعني حته كده بتاع نص متر في نص متر بحط فيها المحبس بتاع الدرين لان ده كارثه محبس الدرين ده بيبقى كارثه لو اتفتح كل التانك اللي انت شايفه ده كده كله هيفضل فده بيبقى كارثه فيعني دايما بالذات حتى احنا بنأمنه هتلاقي دايما الناس بتاعت المينتنس اللي هم بتوع الصيانه بيعملوا ايه؟ المحبس ده بالذات يروح قافله وشايل الهند بتاعته دي الطاره بتاعته عشان ما حدش يلعب فيه. هو لما هيجي يعمل الصيانه يجي هو يجيب الطاره دي يروح مركبها بالصامولة بتاعتها ويفتح البتاع لان ده مشكله ده هتلعب فيه يصين والميه منه على بره طبعا على بدي بناخده بنرمي منه على هاف راوند ترينش دي طبعا هنتكلم بقى في قصه وعلاقه صرف التانك دوت ببره شكلها عامل ازاي يعني هتلاقي هنا مثلا من التانك ده لو في بدروم هيبقى له طريقه مختلفه انا اصرف على ترمبات غطسه لو هو متساوي مع الارضيه بره هنصرف على سلو داون تشيمبر دوت محطه تهدئه عشان خاطر المايه اللي بتبقى نازله من التانك دي خلي بالكم يا جماعه ان المايه كل ما بتعلى عن الارض بيبقى لها ضغط تمام المايه كل ما فانت بتاخد ضغط التانك ده كله بتصرفه كل دوت على الايه على خط الصرف العادي فبيحصل دايما احيانا من كتر الضغط ده بتحصل لك بقى باك فلوهات فعشان كده احنا دايما بناخد الصرف بتاع التانك ده نهديه ما لم يكن على سبميرسبل بامب سبميرسبل بامب خلاص هو بيرمي على فراغ والفراغ ده خلاص هو بقى بالنسبه لي كانه هو سلو داون شيب بيرمي في الفراغ ده لحد ما بيوصل لحد ليميت معين بتاخد البياره دي بتاخد المايه اللي اتحوشت جوه دي ترميها بره طبعا مش مستوعبين قصه البياره بس عشان هي قصه البياره دي قصه لوحديها فمش عايز اتشعب فيها خلينا بس انه ايه ان ال 10 سم اللي في الاخر دول انا باخدهم هم دول اللي بيروحوا على الدرين بس محتاج في ماسوره ثانيه ما تبقى فوق ال 10 سم دول اللي هي بتاخد منها على الترومب على طول ايوه ما هي دي بس دايما باخدها فوق ال 10 سم يعني شايف حتى انا هنا لما عاملين المأخذ
كاتبين ان في سبيس ما بين الارض ودي 10 سم، ال 10 سم دول اللي هم ايه؟ هم دول الميه اللي احنا بناخد فيهم التصافي بتاعت الميه من الاخر، الشوائب بتاعت الميه كلها تترمي في الدرين. تمام كده؟ يعني دايما ال 10 سم دول مش هيبقى فيهم لعب، دول موجودين ميه راكده مش هتتشال لما دايما اجي اعمل درين. بس دي متاخده من تحت، ممكن نسحب من تحت. مش ما هي بتاخد من تحت بس الواقفه على ارتفاع 10 سم، يعني دي مش واصله هنا عشان تسحب الشويه دول. يعني هو دي نفس المشكله اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيها انا و... يعني دي لو انا عامل كده دي هتسحب ال10 سم. بلاش اللي انا عملته ده كده عشان كده دخلت في الارض كده، ولو عملنا دي كده وجيت وقفتها على وش الارض. هو ممكن السؤال يكون بصيغه ثانيه احسن، هو قوة سحب الترمبات مش ممكن تسحب من العشرة سنتر؟ لا طبعا، نفس اللي انت بتقوله. الترمبات دي كل الترمبات القوية جامد جدا دي بتبقى مصممة ان هي وانس ان ده شافت مية فيها نسبة هواء بتفصل الترمبة تماما، دي بتعمل كافيتيشن عالية جامد جدا لما تخش نسبة مية مع الترمبة. حتى احنا لسه كنا بنتكلم ان حتى الترمبات اللي موجودة في بيوتنا دلوقتي بقوا بيعملوا جهاز كده اسمه بانيوماتيك بيركبوه عليها، ده حساس اول لما يشوف ان الميه اللي جايه اللي هو بيسحبها فيها نسبه هواء يعني الميه قطعه من الاخر، فالموتور ما يتحرقش، يوقف الموتور على طول. ده البالونه اللي فوق دي. طب وهي راس فيها هواء؟ لا انا مش بتكلم على راس. السؤال اللي انا سالته حضرتك لما قلت لي في، لا ما احنا هنتكلم على النون فورتكس، بس هو بيتكلم على، لا احنا هنقول له على النون فورتكس دلوقتي، بس هو بيتكلم ان قوه الترومبس نفسها ممكن تسحب من تحت، هتسحب نسبه هواء. يعني طبعا لو الميه دي اول ما هتقل عن هنا يبدا في نسبه هواء بتخش. صحيح. اول ما الترومبه دي الكنترول بتاعها بيحس ان طالما نسبه هواء دخلت مع الميه بيروح موقف الترومبه تماما. هو سؤال متعلق بالدوامات برضه. لا ثانيه واحده بس، اللي كان بيقوله عمر حاجه ثانيه، اللي كان بيقوله عمر ان النتيجه ان الميه دي قوه سحبها هتسحب من اللي تحت. تسحب من، هتعمل دوامه وتسحب، هتعمل فورتكس، فدي كده فعلا ممكن تقلب الميه وتسحب، فعشان كده احنا بنعمل النون فورتكس. انما ماهر بيتكلم في ان قوه الموتور هتسحب اصلا ال 10 سم دي. بص حضرتك يا استاذ، انا مثلا ده الارضيه بتاعتنا ولا التانك بتاعنا؟ تمام تمام كده الارتفاع ده الارضيه بتاعت التانك. تمام. هنسيب من هنا نص متر على الاقل. تمام. ومن اخر التانك كده هنسيب 10. تمام. ماشي. والجزئيه دي كلها مليانه. تمام. مليانه ميه واحنا عاملين سبريتر. جميل. تمام كده؟ اذا ال 10 سم دي فيها ميه. تمام. تمام كده؟ بس نظرا لان الميه مش مستخدمه قوي الا لما انقطاع الميه يحصل، انقطاع الميه او يحصل عندنا حريق فالميه ايه؟ ثابته. تمام. هيحصل فيها تصافي. تمام. تمام كده؟ التصافي هتنزل في ال 10 سم. تمام. تمام كده؟ انا عندي فال للدرين. كده بقى انت غيرت السؤال، هنرجع تاني نتكلم بقى على الحته اللي انت بتقول عليها دي، ان انا هنا شايف ان احنا بنكتب هنا في ايه؟ نون فورتكس بليتس. ايه النون فورتكس دي؟ ان ما تعمليش دوامات ان الميه تيجي كده تسحب فتاخد جزء من الرواسب اللي تحت اللي انت بتحكي فيه ده. طب شكله ايه النون فورتكس بليتس؟ ده بيبقى هو هنا مرسوم غلط شويه، لان هو بيبقى قطر النون فورتكس ده دايما ضعف تمن ضعف مقاس السكشن، ضعف مقاس السكشن. يعني مثلا الترومبه دي، الترومبه دي بنتكلم ان مثلا السكشن بتاعها 6 بوصة زي ما مكتوب عندي هنا، يبقى دي 12 بوصة قرص اسمها بليت، هي عباره عن قرص طبق مدور ضعف مقاس السكشن، وبيبقى طبعا مفتوح بيسحب من تحت هنا، فدي بتعمل ايه؟ بتخلي الميه تيجي من بعيد كده وتلف وتخش ايه بدون ما تعمل الدوامات اللي هي بحيث اللي هي ما تطلعش الرواسب تقلب الارضيه دي. فالتراب اللي تحت مثلا يطلع لفوق بالظبط، قوه المضخه تسحب من الجزء اللي فوق ال 10 سم بالظبط كده. شفت بقى هو السؤال اتغير فرجع بقى للنقطه بتاعته. وحضرتك الحته العريضه دي يبقى زي فريم حوالين الفواه، مش فريم، هي بليته حديد، بليته حديد. يعني انت بتجيب حديد سمك مثلا 2 سم وبترسم عليه دايره، الدايره دي بيبقى قطرها ضعف مقاس الماسوره اللي داخله، وتفتح في النص فتحه مقاس الماسوره دي وبتيجي تلبسه فيها وتتلحم لحام الماسوره دي كلها لحام.
فيبقى القرص ده موجود، فما بيجي يسحب بيخلي السحب يجي من بعيد كده فيخش هادي ما يقلبش بقى ايه التقليبه اللي احنا بنقول عليها دي. اسمها ايه؟ نان فورتكس، اللي هي ايه يعني بليتت عدم عدم حدوث دوامات، يعني الفورتكس دي اللي هي الدوامات. هو الجرس البيرين ده عندنا احنا ولا لا؟ ده الكرسي. الجرس ده عندنا. طيب خلاص، فاحنا بنتكلم على النون فورتكس دي. خلاص انا سحبت كده المية بتاعت الترومبة بتاعت الحريق، بنسحب الدرين، خلاص عرفنا ان هو العشرة سنت اللي في الاخر خالص. كل سيستم الحريق فروم A تو زد يا جماعه زي ما انتم شايفين كده، احنا قبل كده اتكلمنا عليه في الكنترول زد ستيشن ان هو او اس اند واي، هنا برضو بنتكلم عليه ان هو او اس اند واي عشان خاطر ان زي ما احنا قلنا ان دوت ما بيحتملش ان انا اتفاجئ ان المحبس مقفول مفتوح مش عارف ايه الكلام ده. من اول اوضه الترومبات من تحت لحد فوق كل السيستم بتاع الجيت فالف او اس اند واي، اللي هو اللي احنا قلنا عليه ان هو بيبقى ليه دليل من فوق وبنبقى شايفينه والكلام ده كله، بتشوف من بره اذا كان مفتوح او مقفول. مش موجود ده ايه؟ حسن كان موجود؟ ايوه صح. يعني بص هنا عشان ده دوميستيك، الدوميستيك اهو هنلاقيه مكتوب عليه جيت فالف، جيت فالف عادي بقى خلاص انا مش محتاج بقى ان انا الميه مش مشكله، انما الحريق مشكله. هنيجي نتكلم برضو ايه سريعا كده نعرف الناس بموضوع الترومبات وانواعها واستخداماتها وقدراتها تقريبا بتتراوح ما بين ايه وايه، وهنقف عند كده عشان خاطر ايه انتوا كده بقى عندكم فكره كويسه الى حد ما عن الخزان. لو تحبوا ان احنا نكمل سريعا برضو اقول لكم الموضوع سريعا. عندي من الترومبات دي ثلاث انواع. ايه هم الترومبات ثلاث انواع؟ عندي الفيرتيكال ان لاين اللي هي اللي انتوا شايفينها دي، الفيرتيكال ان لاين دي بتبقى ايه واقفه على جوزها، يعني الجوز ده بيتثبت على قاعده خرسانه وبيسحب، اللي هو هتلاقوها كانت عندنا هناك في الرسمة شكلها في البلان بيبقى شكلها عامل كده، دايرة من فوق. الدايرة دي اللي هي بتمثل ايه هنا؟ اللي هي بتبين الموتور اللي فوق ده والحتتين اللي هما اللي في الجنب دول اللي هما عندنا هنا فيرتيكال لاين صح؟ ايوه فيرتيكال لاين. فيرتيكال لاين عشان على خط واحد، اللاين يعني على خط واحد، ده الان لاين يعني شايف الدخول والخروج على اكس واحد. سنتريفيكال اسمها كده ولا فيرتيكال؟ سنتريفيكال يعني برضو محوريه، فدي الفيرتيكال. ايه مميزات الفيرتيكال؟ ما بتاخدليش مقاس حجم كبير في الاوضه، لازم زي ما انت شايف هي واقفه على جزء، بتاخد ارتفاع انا ما بتاخدليش من الاريا. يبقى اذا لو انا عندي بامب روم مزنوقه او مخنوقه مهمه بالنسبه لي المقاسات. طيب دي مميزاتها. عيوبها ايه؟ قدراتها مش كبيره، بتقف عند ليميت معين، محدده ليميت معين من القدرات. طبعا بنرجع للكتالوجات ونشوف دي بقى ما فيهاش افتكاسات، يعني مش هنقول ان مهندس عارفها او بتاع، لا دي انت بتخش على الكتالوج بتاع مثلا ايه بتاع الشركات المعتمده عالميا، بتشوف اعلى قدرات فيها ايه. بالنسبه احنا قلنا في الترومبه حاجتين اللي بيهمني فيها، الجي بي ام بتاعها اللي هي الكيو بتاعتها، كميه الميه اللي بتحدفها الترومبه دي بيرمنت في الدقيقه الواحده اللي هو الجي بي ام، والهيد بتاع الترومبه دي اللي هي ابعد مسافه بتحدف فيها الميه بالكميه دي لحد فين حد المشوار بتاعها، المشوار بتاعها. فهي دي انا مربوط فيها بان هي بتبقى شويه ليميتد في موضوع الاحجام بتاعتها، مش هيوج، مش حاجات الضخمه الكبيره مش هلاقيها في الفيرتيكال لاين او السنتريك. ده التايب الاولاني، بس طبعا زي ما احنا بنقول ايه ان من مميزاتها ايه ان هي ما تدخلش الساعه بالظبط، من عيوبها ان هي ليها حدود بالظبط كده، ان هي محدوده. نيجي بعد كده دي الهوريزونتال اند سكشن، دي الوسط احنا بنسميها دي الترومبه الوسطيه. ما تسبقش بس الاحداث دي غالبا ما بتستخدمش فاير. هنتكلم برضو في حاجه تانية، الترومبه بيحددها حاجه مهمه جامد جدا ان هي تكون الاكسلريشن بتاعها عالي. يعني ايه الاكسلريشن بتاعها؟ سرعه الدوران بتاعها عاليه جامد جدا، فتوصل لي كميه ميه كبيره في اقل وقت ممكن.
طبعا في الدوميستيك ووتر انت مش فارق معاك ان انت اول ما بتفتح الحنفيه لو خدت ثانيتين 3 4 5 على بال ما الميه تيجي مظبوطه مش فارق معايا. انما تفرق معايا في حاجتين، ان ما ينفعش مثلا في فندق كبير والتكييف يبقى عمال يجي ويروح يجي ويروح، الناس تحس ان التكييف عمال يجي ويروح كده، فلازم يبقى سيستمين هما اللي بالنسبه لي مهمين فيهم، الحريق والتكييف. الحريق طبعا اول ما بتحصل حريقه عايز يحصل اكسلريشن عالي ان الترومبه دي تودي حجم كميه ميه كبيره جدا لابعد نقطه، لو افترضنا ان النقطه اللي حصل فيها الحريق دي ابعد نقطه، فلازم يبقى الاكسلريشن بتاع الترومبه عاليه جدا. يبقى اذا مش الانتسكشن، لان الانتسكشن دي الوسط، دي بتاخد حيز. وانا وريتهم مثال مثلا ان انا كان عندي ترومبه هنا مقاساتها قد ايه، تقريبا حوالي 85 سنتي في حوالي 40 سنتي، طبعا في منها احجام اكبر كتير من كده، بس انا اقصد ايه، دي احنا بنسميها الترومبه الوسط، دي بتاعت الاحجام الوسط. بس في نفس الوقت يعني دي من مشاكلها برضو ان هي بتاخد حيز الى حد ما وقدراتها مش الهيوج قوي، دي الوسط. عشان كده ما تستخدمش، عشان كده دايما احنا بنقول سيستمين هم دول اللي انا بهتم، ان يكون عندي اكسلريشن الترومبه عاليه ودايما قدراتهم بتبقى عاليه، اللي هم ايه، التكييف والحريق. فالاندسكشن دي تمشي معايا ان هي ترومبت اريجيشن، تمشي معايا ان هي ترومبت دوميستيك ووتر في احجام كبيره. لو المشروع مش ذا اهميه قوي يعني، يعني مش فندق فايف ستار، فممكن تستخدمها ترومبت تكييف مش عارف ايه، انما حريق لا. زي ما قلنا مميزاتها ان هي ترومبه وسطيه، احجامها مش ضخمه جدا، الاكسلريشن بتاعها وسطي. هنيجي نتكلم بقى تانية على ال سبليت كيس برضه. ما هي السبليت كيس بقى هي دي اللي احنا هنتكلم عليها بقى، هي دي هي السبليت كيس. اللي فرق ما بينها ولا اللاين اصلا الترومب بس اللي فوق كده الموتور فوق. الموتور بيبقى افقي متسطح فبيبقى وزنه ضخم لان قدرات كبيره بقى. ده السبليت كيس، بس برضه المخرج والمدخل اللاين. هو الفرق بس ان الحيز في الاللاين بيكون اصغر من السبليكيس. بالظبط، السبليكيس طبعا عشان زي ما احنا بنقول هي القدره برده هوريزونتال، اذا بقى الوزن بتاعها مريح على الارض، لان برده الثانيه خلي بالك ان مشكلتها ان وزنها كله على ايه، على المربع الصغنن اللي احنا شفناه. انما لما بتريح بقى على الارض اقدر اخلي حجم الموتور اللي ورا ده هيوج ضخم جدا لانه مريح على الارض، الوزن ده على الارض، انما الثانيه كانت واقفه على بوزها. تعال نرجع لها تاني. الانسكشن لا بص، دي اللي بتثبت في الارض، يعني الترومبه دي كلها واقفه على الحته دي. فالبيز بتاعتها صغيره قوي، فما تقدرش تشيل اوزان كبيره، لان دي لما كمان الترومبه بتيجي تشتغل بيحصل فايبريشن. يعني ايه فايبريشن؟ اهتزاز، بتتهز مع شغل القاعده دي، فتبص تلاقي دي يعني الحديد ده يتفشخ من بعضيه، يتكسر في القاعده. انما بتيجي هي بالظبط نفس السبليت كيس او نفس الشكل، بس دي طبعا عشان دي بقى مريحه على الارض، زي ما انتم شايفين المضخه بتاعتها اصلا. الجزء اللي قدامنا ده على فكره بالمناسبه اسمه امبيلر من الترومبه. امبيلر؟ يعني الترومبه دي عباره عن حاجتين، امبيلر اللي هو الجزء الامامي دوت اللي هو بيسموه الصناعيه الساقيه تقريبا، ساقيه التحضير دي اللي بتاعت التحضير بتاع الميه، وده الموتور اللي هو القدره بقى بتاعت الموتور ذات نفسه انه يخلي الار بي ام بتاع الترومبه دي قد ايه. اسمها هوريزونتال سبليت كيس، ده اللي مكتوب هنا جرافوس، ده ماركه يعني مالناش دعوه بيه، بس الطيب اسمه سبليت كيس. فيرتيكال سبليت كيس. مواصفاتها يا صديقي، مواصفاتها بقى ان هي طبعا زي ما احنا بنقول تاخد حجمها كبير جدا لكن قدراتها عاليه جدا. اكبر هيد ممكن تلاقيه في ترومبا بتلاقيه في السبليت كيس، اكبر جي بي ام بتلاقيه دايما في السبليت كيس، اعلى اكسلريشن للترومبه هي السبليت كيس. زي ما قلنا توصل احجامها طبعا ضخمه جدا، وفي منها احجام ما بتتشالش بالايدين، يعني لازم بنحط في القلب البامب روم دي بيسموه الجني باين الجني. الجني ايوه دي ما بتشتغل برضه في معاك الترومبه دي بتشتغل ونش يدوي، بتشتغل مثلا في المصانع الكبيره في الجلايات بتاع الشيبس الكبيره جدا، بتعمل عمليه سيركوليشن بتاخد الزيت بالظبط عليها فيه. اي حاجه في الدنيا، اي ليكويد في الدنيا عايز تعمل له سيركيوليشن عالي، صناعه كتير جدا. بس
سامه كل شويه لانها مع الشغل بتاعها. انت بتتكلم كمان كل ما كثافه السائل اللي انت بتتكلم فيه اقل كل ما يكون اسرع ايه اقل تطول فتره الصيانه، كل ما كثافه السائل تزيد كل ما تبقى عندك المشاكل اكتر لان رواسبه بتبقى اكتر. صحيح. فهتلاقي طبعا زي ما انت بتقول لو في الشيبس يبقى بيتعامل مع زيوت ومش عارف ايه، في زيوت ترسباتها كتيره والهيدروجين اللي فيها كتيره كل شويه كنت افكها واقعد انضفها كده. دي الهوريزونتال سبريك كيس، دي زي ما احنا قلنا دي بقى اللي انا دايما دائما وابدا بتلاقي دايما سيستم الحريق بتاعنا بيعتمد على ان هو سبليت كيس، زي ما قلنا ان هي قدراتها عاليه، جي بي ان بتاعها قوي، الهيد بتاعها قوي، الاكسلريشن بتاعها عالي جدا، يبقى اذا هي دي الحاجه اللي انا اقدر استخدمها في ان هي تكون حريق او تكييف. يعني احنا ممكن نقدر نقول مشكلتها الوحيده في حجمها بس. حجمها بس اه. طبعا لما بتبقى عندك بامب روم مريحه الناس بتختار على طول سبليت، وبالتالي خلي بالك ان امتيازاتها دي بتديها غلوه في السعر. لسه اقول الكوست بتاعتها يعني كل امكانياتها اللي احنا بنقول عليها دي بتترجم في الاخر فلوس. اذا خلاص عرفنا كده عندنا الهوريزونتال ان لاين اللي هي الترومبه الرأسيه اللي احنا قلنا عليها. لا دي الهوريزونتال فيرتيكال ان لاين اللي هي الرأسيه دي احنا قلنا مميزاتها ان هي صغيره في الحجم بس قدراتها في نفس الوقت ايه مش قويه. نيجي على الوسطيه بتاعتها اللي هي الهوريزونتال انسكشن، دي الانسكشن دي اللي احنا قلنا عليها متوسطه في كل حاجه ويعتبر ايه متوسطه في الحجم ومتوسطه في الكفاءه ومتوسطه في الجوده. نيجي بقى للاعلى واحده فيهم اللي هي السبليت كيس، دي الهوريزونتال سبليت كيس دي بقى دي اللي هي ملهاش حل، دي البلدوزر بتاع اللي احنا قلناه. عرفنا هقول سريعا بقى كده عشان تبقى انتوا بس عارفين المسميات عشان خاطر ايه لما نيجي نتكلم في غرفه الترومبات ما تتخضوش من المصطلحات. عندنا في حاجه اسمها السكشن والديستشارج في الترومبه. ايه هو السكشن والديستشارج؟ السكشن ده اي سحب في الدنيا بتاع ترومبه بسميه سكشن. الديستشارج الطرد. يعني الترومبه دي عباره عن ايه؟ شفط وطرد. سحب وطرد. السحب اسمه سكشن والطرد بتاعه اسمه ديستشارج. يعني طب الثاني دي ايه؟ طرد ماشي. الانجليزي بتاعها ديسجارج دي اي اس ديس اي تشارج دي اي اس يعني واحده اسمها تشارج ديسجارج يعني طرد. تمام. والثانيه سكشن. السكشن بيتحط عليه او اس اند واي والكونر بتاعه على 14 تمام يا جماعه. السكشن جورج عندنا كمان في حاجه اسمها الهيدر. ايه هو الهيدر دوت؟ هو الخط اللي بيتجمع عليه الهيدر خرج او طرد الترومبتين. الهيدر ده الخط اللي بيتجمع عليه اكتر من لاين، يعني اكتر من يعني لو عندي خرجتين تنكين بيتجمعوا على هيدر واسحب منهم على الترومبه، لو عندي طردين من ترومبتين على خط واحد الخط ده بيبقى اسمه الهيدر. ده شكله فين كده؟ اللي هو زي ما انت شايف اللي هو شايف الخط ده. واستاذنا هو انا عايز اسال سؤال. اتفضل. واستاذنا مش سامع انا بوري له بس الهيدر بينتهي بلايند فلانش يعني فلانش عاميه متطببه. عشان او اند كاب او في بقى اللي هي الاند بلوك اللي هم بيسموها اللي هي بتبقى كيرف نص دايره بالظبط كده وبتيجي تلبس في الماسوره وتتلحم حواليها. طب انا عايز اسال سؤال، انا مش عامل تانك للدومستيك ووتر وتانك للفاير. لا انا ما بعملش تانك وتانك، انا بعمل ستور من تحت في التانك للحريق وبعمل ستور من فوق للدومستيك ووتر. ليه؟ تمام. بس دوت بيترمت على بمبات. انت اصل انت قلت حته كويسه عشان افيدهم. ان احنا ما نقدرش نعمل تانك للحريق وتانك للدومستيك. ليه؟ تانك الحريق ده ممكن يشتغل مره كل 10 سنين. هيكون الميه اللي فيه مش يعني مش عارفين الدنيا ابتدت. يعني اللي هما في مكان واحد بس احنا عاملين يعني طلع الطحلب من دوت يعني تعتبره اخوك بقى كده. تعامل معاك. انا عايز اقول اللي انا عندي تانك وعامل سبريت ما بينهم بس جزء للدوميستيك ووتر وجزء للفاير. تمام. الدوميستيك ووتر دوت موصله على بمبات بتسحب منه وبتودي. تمام. والفاير نفس النظام في الكتريكال وجوكي وديزل موصله. تمام كده. باخد فرع من التانك بتاع الفاير مثلا وبعمله هيدر. تمام.
تمام تمام كده. والهيدر ده بدخل المكنه وبطلع بهيدر تاني اسحب منه للفاير فايتنج زي ما انا عايز اوصل. تمام طيب انا كده عندي فاير هيدر هيدر وعندي هيدر تاني عند الدومست. في هيدرات تاني؟ في هيدرات الطرد يعني انت خلاص ده هيدر. لا ما انا لسه حضرتك في عندي هيدر سحب وبعد كده ادخل البامب واعمل هيدر تاني. حاليا بقى احنا ضفنا في هيدر جديد اللي هو بتاع التيست صح كده؟ صح ده اللي انا كنت بعت لك حتى الديتيلا بتاعتها. أيوة لو تفتكر ممكن تقول لنا بقى يكون في الفاير. انا عايز بقى بس عايز دي نقولها في الحصه الثانيه عشان الحته تبقى مهمه. الهيدر ده زي ما احنا قلنا انا عندي هنا تنكين. يعني الهيدر ده زي طبقه ولا ايه؟ مش فاهم. ده خط مجمع يعني انا هتفهمها دلوقتي لما اجي اشرح. شايف الخط ده؟ الخط دوت انا واخد سكشن من هنا للحديد. ما هو التنكين دول سيبريت مفصولين عن بعض تماما. فلازم لما اجي اخد الحريق اخد من التنك ده واخد من ده. تمام ده وده بيخشوا على ايه؟ لازم الهيدر ده. ده الخط اللي بيجمع التنكين على بعض. تمام. وبعد كده باخد انا من الهيدر اخش على الترومبه بقى زي ما انت شايف كده. شايف الخط اهو شايف البتاع دي شايفها دي اهو. لو جيت بصيت هتلاقي بص شايف الدخله دي داخله للترومبه اهي. والدخله الثانيه دي داخله للترومبه الثانيه. يبينها هنا بالماوس عشان تبان معانا في الشرح. ده الخط بتاع الدسجارج اللي ماشي عليه الماوس دوت السكشن قصدي السكشن هيدر. وزي ما انت شايف كده خارج منه خارجه اهي للترومبه دي. تمام. واخد من هنا اهو من التانك ده وخارجه وداخله للترومبه الثانيه اهي وماشي واخد من التانك تاني. وبعد كده بينتهي باند كاب او اند يعني احنا بنسميها دي بلايند فلانج. عايز اسال سؤال برضه يا استاذ. اتفضل. اوقات بعمل اند كاب من ناحيه واحده والناحيه الثانيه باخدها البوع وبدخل بيها على الكلام ده صح ولا غلط؟ لا صح لان المفروض ان انت بتبقى انت اللي بيشتغل عندك هي ترومبه واحده. احنا ليه بنكبر دايما مقاس الهيدر؟ عشان نريح الفلو وهو داخل. انت لما بتيجي من ضيق على واسع ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ريديوسنج للسرعه. الترومبه دي لازم تخش عليها بريديوسنج سبيد يعني دايما يبقى عندك السرعه اللي انت داخل بيها الترومبه سرعه معقوله عشان ما تعملش يعني ما يحصلش تدافع للميه عند المدخل بتاع الترومبه. انما الديسجارج بتاعها هتبص تلاقيه قوي جدا يعني مدفوع بقى بالامبلر بقى شغل الامبلر وقوه الدفع بقى. بتاعه ساعات بنحتاج ان احنا نعمل ريديوسنج برضه عشان سرعته تخف لان بيبقى طالع من الترومبه دي احنا بنقول لسه احنا بنسميها بلدوزر الترومبات مثلا في السبليك كيس دي. فبيبقى الطرد بتاعها قوي جدا لممكن لدرجه انه يعمل تربلانس في الخط كله يعني تلاقي الميه عماله دب دب من قوتها عماله تروح وتيجي. فلما بنطلع من الترومبه اخش على سكشن هيدر واريحه مقاس اعلى بيحصل الميه ايه الصناعه ريديوسنج فقلل الدفع قوي بالظبط كده. فقلل التربلنس اللي بيحصل من الميه ده. ايه التربلنس دوت؟ انك تلاقي الحاجه رايحه جايه رايحه جايه عماله تخبط وتروح وتيجي. تمام باك فور تمام. والترومبه واحده مثلا ممكن تكون كافيه انك تاخد مثلا من التانك ولو عايز اودي التانك الثاني او اطلع بره بس ممكن هي تحولت محل. لا هي الترومبه مش معموله عشان اخد من التانك وارمي في التانك الثاني. لا دي معموله عشان تاخد من التانك وترمي في السيستم. السيستم عقود. لو عايز مثلا اخد مثلا ايه لو مثلا تنكين وفيهم ميه مثلا وعايز مثلا خلاص ده مثلا اللي فيه الترومبه ده خلاص خلص او كده وعايز انا اخد بقى ميه من التانك الثاني ممكن اجيب احول محل لو في مفيش تحويلات محابس صح سؤالي؟ لا هو كلها لازم بيبقى عليها محابس طبعا لانك انت زي ما احنا لسه بنقول احنا ممكن نوقف التانك ده تماما وابدا اعمل له صياناته. فلازم عشان افصل التانك ده كل المداخل والمخارج اللي عليه لازم اقفل المحابس. وزي ما اتفقنا سيستم الحريق فروم اي تو زد زي ما انت شايف حتى في البلان كاتبين عليه او اس اند واي وارتكوا في السكشن كل المآخذ والمداخل وكل الكلام اللي عليه كله بيبقى او اس اند واي تو فاير سكشن بامب. فالمحابس دي معموله عشان لما اجي افصل حاجه عن حاجه المحابس دي تساعدني. هنتكلم بقى باستفاضه بقى عن هوكب الترومبات والكلام ده كله. في طبعا في اختلاف ما بين الدوميستيك ووتر هوكب وفي والفاير بامب هوكب يعني ترمبات الحريق بتختلف الهوكب اللي عليها عن اللي موجود في الدوميستيك ووتر. ايه هو الهوكب دوت؟ الهوكب ده هو مجموعه المحابس اللي الكود بينص عليها ان لازم تكون موجوده عند مدخل ومخرج الترمب. تمام كده. في اي سؤال في اللي احنا اتكلمنا فيه ده؟
هقول لكم برضو نبذه سريعه كده عشان زي ما بقول لك انا مهم بس بالنسبه لي ان انتوا حتى على الاقل ناخد من النهارده نحصل المصطلحات في الميك اب. ايه هو خط الميك اب ده؟ ده الخط اللي انا بجيبه من الحكومه، ده اللي ببنى بيه الخزان اول مره. يعني انت اول مره يبقى الخزان ده عباره عن اوضه فاضيه عايز املاها ميه، املاها ميه منين؟ بيجي في خطوط اللي هو فروم سيتي مين بقى، او الفروم مين دوميستيك ووتر لاين. ده الخط اللي هو بيبقى جاي بتاع الحكومه، باخد منه فرع وخش غذي بيه. هتلاقوه هنا اللي هو الخط شايفه دوت، ده اهو اللي هو ماشي اللي هو التلاته بوصه، ده تلاته بوصه، ويجي هنا يبقى اربعه بوصه، وده الميك اب، ميك اب لاين. هو وصلنا، هو مش خطين، في خط للتعويض وخط بيملى التانكات، ولا هو خط واحد؟ لا هو خط واحد. الميك اب عباره عن ايه؟ بيركب عليه ميكانيكال فلود او الالكتريك فلود، يعني بيركب عليه الاثنين، ميكانيكال فلود او الكتريكال فلود. ايه هي الفلود دي؟ كلكم شفت السافون، السافون بتاع القاعده بتاعه الكومبيتيشن، لما تيجي تفتح السافون ده هو عباره عن ايه؟ اول ما الميه بتوصل عند ليميت معين الكوره دي بتقف تقفل المحبس، فما بتقفل المحبس الكره دي طبعا كثافتها مليانه هواء، فكثافتها اقل من الميه، فالميه كل ما تزيد تفضل ترفع الكره دي، تفضل ترفع الكره دي، تفضل ترفع الكره دي، فالكره دي على على جزء كده بيروح قافل المحبس. حلو الكلام ده؟ في اي مشكله؟ كلنا شفنا السافون يعني ده. لا. مش عيب ان انت تشيل الغطا وتروح تتفرج عليها، لما تيجي تفتح الميه الكره دي تفضل تطلع لحد ما بتقفل. بس في دلوقتي جهاز في زيبر اول ما يتشقلب كده يفصل كهرباء عن ما هو اللي انا بقول لك عليه، مش انا لسه بقول لك، مش انا بقول لك في ميكانيكال فلوت والالكتريكال فلوت، بس انت سبقت الاحداث. بس الالكتريكال اللي انت بتقول عليها دي عباره عن سيجنال كهرباء، وفي منها كمان حاجه اسمها سولونويد فالف. ايه هو السولونويد فالف ده؟ السولونويد فالف ده ليه حساس بسنسور بحطه، اول ما الميه بتعلى بتقفل الدايره بتاعته، الميه موصل للكهرباء فبتقفل الدايره بتاعته، فيروح عامل شات اوف يقفل. ده ما بحتاجش خالص ان هو يخش جوه الخزان اصلا، ده بيبقى بره والسنسور بتاعه هو اللي جوه. هو بيبقى ليه ظبط للبار؟ لا مش بار، للليمت. انت بتحطه على الارتفاع اللي انا عايز الميه تفصل فيه. يعني اللي احنا قلنا انا مثلا هحطه مثلا في الحاله اللي عندنا هنا دي، هحطه على ارتفاع 3 متر ونص اللي انا عايزه الميه. تمام. هحطه بعد ال 3 متر ونص ب 2 مللي، بحيث ان اول ما الميه تملى ال 2 مللي دي يدي اشاره يروح هو فاصل. يعني بعرف انظم انا ال كل ده عن طريق يا اما ميكانيكال فلوت، احنا لسه كنا بنقولها، يا اما ميكانيكال فلوت يا اما الكتريكال سيستم. الالكتريكال سيستم ده اللي هو فيه الالكتريكال فلوت اللي هي برضو دي زي ما هو قال كده زئبق ودراع، الدراع بيزق يدي سيجنال كهرباء المحبس يقفل اللي بره. او السولونويد فالف هو ده نوع من انواع السولونويد، بس ده يعتبر ده مزيج ما بين الاثنين، ميكانيكال الكتريكال فلوت اللي هو قالها دي بيبقى اسمها ميكانيكال الكتريكال فلوت. انما في السولونويد فالف ده بيبقى ليه حساس، الحساس ده بحطه عند الارتفاع اللي انا عايزه، اول لما بتوصل الميه للارتفاع بتاع السنسور دوت بتقفل الدايره الكهربائيه بتاعته، فبتدي اشاره بره يروح المحبس ده قافل الميه على طول. كده بالنسبه لي بقى مفيش ميه بتملى التانك زياده. طب لو افترضنا ان واحده من دول علقت، ايه اللي بيحصل؟ عشان كده احنا كنا بنحط الاوفر فلو بقى، الاوفر فلو لاين اللي احنا كنا لسه جايبينه دلوقتي بيدخل ميه زياده، اللي هي الماسوره دي. احنا بنحط ماسوره فاضيه كده والماسوره دي بتنزل وبتنزل ترمي على على الهاف راوند ترنش عشان ابقى شايفها اكسبوزد، يعني باينه قصادي. ليه؟ عشان اول ما بشوف ان الماسوره دي بتجيب ميه، يا جماعه الحقوا ده في الميكانيكال فلوت بتاعت التانك دي علقت. لان كده معنى كده ان التانك بيملى ميه زياده، فالميه دي بتفرغ تنزل، فلازم ابقى شايفها، فبتبقى اكسبوزد باينه كده قصادي حته ماسوره جايه على الارض وبترمي في هاف راوند رينش اللي هي نص مجرى، اللي بتبقى في غرف الترمبات كلها اللي بتلم ميه الصرف بتاع الارضيه، وفي نفس الوقت لو حصل ليكج، يعني لو حصل تسريب من اي محبس، لو حصل تسريب من اي ماسوره، دي الهاف راوند رينش دي بتلم الميه دي كلها. فلازم ببقى عامل الماسوره دي اكسبوزد عشان ابقى شايف، اول ما يحصل ان الماسوره دي بتجيب ميه اعرف ان التانك ده الميكانيكال فلوت بتاعته على طول معلقه، وبعمل لكل تانك سيبريت اوفر فلو عشان ابقى عارف انهي ميكانيكال فلوت في الاثنين هي اللي معلقه. انا بقول لكم بس ايه الغرض الاساسي، بقول لكم سريعا عشان لما نيجي نعيد الكلام تاني يبقى انتوا عندكم فكره عنه.
فخلاص قلنا الميكانيكال فلوت وقلنا ازاي انا بملى التانك دوت اول مره. المفروض بقى هي دي اللي بتعمل التعويض يا امان. اول ما الميه الليفل بتاعها بينزل الكره دي بتنزل المحبس بيفتح تخش الميه تعوض. ما هي 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 بتشتغل الفلوت العوامه دي الفلوت العوامه هي بتشتغل كده. ما هي بالظبط ما هي بتشتغل بقى هي العوامه دي تعوض وفي نفس الوقت تفصل عند الزيت. ولو هي عطلت الاوفر فلو بيعمل عملها بقى سيفت اكتر. بالظبط كده. والهفرام تنش ولا طبعا التانك في البيزمنت بيتاخد على البياره وبيترفع الميه. اه ما احنا هنتكلم بقى في قصه البياره وصرف الارضيه بتاعته عشان زي ما بقول لك هو ليه علاقه عشان الناس بقت عندها قانون ان انت لما شفت بامب روم عشان دي حاله من الحالات اللي انا شفتها ان هو بيشوف بامب روم يبقى لازم سبميرز بالبامب. لا طبعا انا لو كانت في البدروم بالظبط احنا علاقه صرف لان خلي بالك برضو في مبنى من ناحيه بيبقى بدروم وتلاقي الشارع الثاني ليفله اوطى من الليفل الاولاني واحنا شفنا الحاله دي شفنا دور ارضي ليفله تحت منه بدرومين وشفنا من الناحيه الثانيه ان الدور الاول ارض يعني احنا شفنا الحاله دي فالناس ما تبقاش عارفه علاقه المبنى بالدنيا يعني افرض مبنى من ناحيه الارض المبنى اي مبنى في الدنيا ليه وش وضه الشوارع بتاعتنا ما بتبقاش ماشيه كلها مناسيب واحده في شارع عالي وفي شارع واطي وفي شوارع بتنزلها بمزلقان وفي شارع مش عارف فاحيانا تلاقي مبنى من ناحيه الارض بتاعه في مستوى الارض تيجي تبص على ظهر المبنى دوت تلاقي بالظبط او في بدروم تحت في بدروم صحيح فحسب ما انا بصرف فين يعني علاقه صرف ارضيه البامب روم بالصرف الخارجي بتاع المبنى ايه على اساس كده بنحدد بقى اذا كان في عندي صرف مرزب البامب او لا عشان ما تبقاش بس قانوني. طب استنى لو هي في الجراوند عادي يعني الصرف اللي جاي من 10 سنتي بتوع هندخلهم على الساند تراب ولا هندخلهم على جالي تراب ومع المنهول على طول؟ جالي تراب وبرميهم على بره على طول غالبا بنعملها سلو داون برضه عشان برضه الميه دي بتبقى جايه بشرايط نتيجه ان التانك ده اوله بتروح ضغطه فالميه دي بتطلع فبعمل لها تهدئه وبعد كده اخدها اصرفها على ميه الصرف يعني دي عمرها ما هتيجي اقوى من السويل يعني مهما كان خلاص كده دلوقتي بتهيألي انتوا كده بقى عندكم فكره ايه الاوفر فلو ايه الميك اب ايه السكشن ايه الديستشارج ايه انواع الترمبات وبستخدم دي امتى ودي امتى ودي امتى. هو بيكون في حاجه خاصه مش عارف انا اشتغلت كان في تانك اشتغلت فيه كان في حاجه خاصه بالبنزين بتتحط في قلب التانك حاجة خاصة بالبنزين على قد ما افتكر كده وإني اتخيلت بيها هنا مش قصدي الديزل انا مش قصدي البامب اللي هي الديزل لا احنا هنتكلم بقى على الديزل والهوك اب عشان دي ليله لا اصل احنا ساعتها على ريليف فالف والبتاع واللي انا ساعتها حتى استغربت قلت ليه المربع ده وساعتها الباشمهندس شرحهولي بس طيب بما اننا برضو عشان يبقى عندنا فكره عن الترمبات بس لما يجي عمر هنقول ايه هي الجوكي وايه هي الديزل بس عشان نبقى عارفين الفرق ما بينهم وامتى بنحط دي وامتى بنحط دي عشان خاطر بس برضو انا بحس ان في ناس مفهومها ان اساسي يبقى عندي الكتريكال واحده الكتريكال واحده ديزل واحده جوكي. الجوكي دي اساسي عشان تقوي بس والالكتريكال اساسي ونور ميه بس مش شرط ان انا يبقى عندي واحدة كهرباء وواحدة ديزل، ممكن يبقى عندي اتنين كهرباء. لو انا عندي جنريتور في المبنى والجنريتور دوت متحمل عليه الكباستي بتاعت البامب بتاعت الكهرباء. فاذا ما بقتش قاموس بالنسبة لي ان انا اشوف مشغلهاش يدوي يعني. يعني انا اقصد ايه؟ لازم ارجع لبتاع الكهرباء. في عندك حمل ان انا احط عندك ترومبة على الجنريتور بتاعت حريق؟ يبقى في الحالة دي هحط اتنين. واحده وواحده ستاند بور. طب لو ما عندوش الامكانيه دي بحط لان الديزل برضو دي يا جماعه دي مشكله في ديلي تانك لازم بيبقى لها جوه وفي بره بيبقى مانثلي تانك يمكن ده الفيول يمكن ده اكل مثلا وتانك الوقود خدت بالك يا عمر انا يعني بتقول ان انا عندي سيستم الحريق دايما عباره عن ثلاث ترمبات ايه هما الثلاث ترمبات؟ في واحدة جوكي
اللي هي الصغننه اللي هناك دي، وغالبا هي بتبقى حته بتاع صغنطاطه قوي كده، هي دي عشان التعويض بس. يعني لو حصل فقم ليكج خفيف الجوكي دي هي اللي بتقوم، مفيش داعي ان انا اقوم الكبيره دي كلها عشان شويه ميه نقصوا. تمام. فالجوكي دي هي اللي بتقوم بالتعويض. مش شرط عندي، عندي طبعا الكتريكال. بص الاثنين دول اساسي، الجوكي والالكتريكال. الديزل بحطها في حاله وحاله، يعني امتى زي ما بقول لك برجع لبتاع الكهرباء. يا جدع يا عم الحاج انت عندك الامكانيه ان انت تحط لي ترومبه، الترومبه دي 50 حصان 75 حصان 80 حصان عندك على الجنريتور بتاعك ولا لا؟ فيقول لي اه انا في الحاله دي بحط اثنين كهرباء، واحده وواحده ستاند باي لي. طب لو هو مش قادر يحط الكلام دوت على الجنريتور عندي، برجع بقى ان انا اعمل ايه؟ الديزل بامب. تمام. الديزل بامب دي عباره عن ايه؟ هي ترومبه نفس قدره الترومبه الكهرباء، بس الانجن بتاعها الموتور بتاعها بداله بنحط الانجن، انجن محرك بيتحرك بايه؟ بالوقود. الوقود ده عباره عن ايه؟ سولر غالبا، يعني بيكون سولر. بدخل لها سولر تتحرك بيه عشان الكهرباء اقطع تشتغل منها فيها، فتبدا هي تشتغل منها فيها. يعني الموتور بتاعها بشيله هتلاقي نفس الامبيلر تيبيكال، ولكن اللي بيختلف ايه؟ الانجن تايب بتاعها. هنا انجن، هنا الكتريكال موتور. عرفنا ايه هي الفيول بامب؟ الفيول بامب دي هي الترومبه العاديه بس بتشيل الالكتريكال موتور بتاعها، واحط انجن محرك يحول الوقود دوت للطاقه حركه، فتبدا الترومبه دي تتحرك فتبدا تملى السيستم. مش اساسي يعني، مش هو المفهوم العام يبقى عندي ان شرط اساسي يبقى عندي جوكي الكتريكال فيول بامب. لا، هو جوكي والكتريكال دول اساسي. امتى بحط ديزل بامب وامتى لا؟ في حاله ان انا برجع لبتاع الكهرباء، عندك قدره ان انت تحط لي ترومبه من الترومبتين دول عندك، لان زي ما احنا بنقول واحده والثانيه ستاند باي. ليه ستاند باي؟ يعني ايه؟ يعني احتياطي، مش الاثنين بيشتغلوا مع بعض، يعني واحده دايما هي اللي بتشتغل. فتقدر تحط لي ترومبه عندك يقول لك اه عندي استعداد احط لي ترومبه. في الحاله دي ممكن احط الاثنين الكتريك. ما عندوش القدره دي بيحط الفيول بامب ديت على اساس تقوم بدور الالكتريكال في حاله ان الكهرباء قطعت. الجوكي ما بيبقاش فيه منها احتياطي، ستاند باي. لا لا لا، بس هي ترومبه التعويض مش طبعا المسؤول عن السيستم اللي هي الجوكي اللي اشتغل الاول تعوض او الاقوى بتاع الجيمز. اه كنترول. تمام. كنترول بتاع الكهرباء. انت بتحط السيكونس، يعني تقول مثلا ايه طالما البار اللي قل في الخط، يعني مثلا ايه نقول ان الجوكي مثلا لحد ما يقل مثلا عن لحد 7 بار، هي تعوض البار الفرق ده وتقف. طب زاد الفقد اللي موجود في الخط عن 1 بار، الكنترول يروح متدخل يوقف الجوكي ويقوم الالكتريكال على طول. ده كده بقى حريقه، مش تعويض او فقد بنسبه كبيره. الكنترول يدخل يوقف دي ويشغل دي، ولا يشغل الاثنين مع بعض؟ لا، بيوقف دي ويشغل دي. يعني بيوقف واحده في اللي يعني ما بينفعش ترومبتين يبقوا شغالين ان ذا سيم تايم. يعني هو برضو الكنترول بيبقى مشغل اول لما اوتوماتيك دي الكهرباء بتفصل وحصل حريق بتروح قايمه الانجن على طول بتاع الفيول بامب. كل ده عن طريق كنترول كهرباء. مش مطلوب طبعا مننا ان احنا نخش تفاصيل لوحه الكهرباء والكلام ده كله، بس هو كل الكلام ده بيتم الكترونيك. يعني عشان كده هو بيقول البي ام اس اللي هو البيلدينج موديلنج سيستم، بيلدينج مانجمنت سيستم، اللي هو اداره المشروع عن طريق لوح الكهرباء، يعني لوح الكترونيه. فبقى باجي اقول له مثلا ايه؟ ان انا البار في الخط لحد ما يوصل لسبعة بار تقوم الجوكي، بعد السبعة بار تقوم الالكتريك. طب لو الكهرباء قطع او من الانجن على طول بتاع الفيول بامب. تمام؟ تمام. بس بالنسبه للفيول بامب دي بيكون يدوي. اه بيكون يدوي، بس هو بيدي الارم يا جماعه في حريقه. كل ده بقى بيتعطى على سيستم الامرجنسي اللي هو على الجنريتور، في حريقه وفي الفيول بامب مش شغال. بس برضه هم ليها كنترول ان هي برضه تقوم اوتوماتيك. يفتح زي سولونويد فالف، يروح الفيول داخل، يروح الانجن قايم، الكلام ده كله يحصل بدون ما يبقى فيه كهرباء. بس السيستم ده كله على ايه؟ على الجنريتور. ما هو كنترول على الجنريتور في حاله، لان هو زي ما انت عارف ان هم طوارئ الامرجنسي. امرجنسي.
يعني الجوكي والالكترونيك والديزل الكتريك اوكي ثلاثة دول ده عشان التلاتة وظيفتهم هو تعويض الفقد بالظبط كده تمام. هو معنى ان في فقد يبقى فيه يا اما ليكج حاصل يا اما تسريب خفيف يا اما في حريق تمام. لما بيبقى الفقد حاجة بسيطة الجوكي هي اللي بتعوض الكلام ده. لما هو الجوكي بيشتغل على ايه بالظبط؟ سيستم الحريق. الثلاثه دول احنا قلنا عليهم دول الثلاثه اللي احنا بنتكلم عليهم دول حريق تمام. لا اقصد يعني ده شغال كهرباء والجوكي برضو بتشغل كهرباء برضو بيديزل بقى حاجه لوحده في حاله ان حصل حريقه والكهرباء قطع تمام فبيتحرك ياخد كميه ميه عن طريق الجوكي تعوض الفاقد والميك اب بيفتح ينزل لنفس كميه الميه ولو الميك اب نزل كميه زياده الزياده تتشال. هي اي سؤال في الحلقه بتاعتي زياده تنقلش الميك اب بيكون جايب من الرئيسي الوطن. احنا قلنا عليه ان هو فروم سيتي مين ده اللي بيبقى ميه الحكومه اللي جايه بيكون جايب من الزياده بالظبط اللوحه دي جزاك الله خير يا استاذ العفو يا بيه.